نهارك زين. صباح الخير يا سيرين، صباح الخير للمستمعين الكل، وصباح الخير للضيفين اللي جاوا بحذانا حراير حراير اليوم. حضرت لكم اليوم طاجين سلطه من شويه. المقادير 350 غرام لحم علوش، واللي يحب يعمل دجاج زاد ينجم يعمل كما تحبوا، زوز مغارف زيت، بصله، 5 قرون فلفل حارين ماذا بينا ولا تخلطوا، 5 كعبات طماطم، زوز سنون ثوم، 200 غرام جبن غابي بريزيدون سبيسيال طاجين، مغرفة كبيرة خبز مرحي، 6 كعبات عظم، 20 غرام زبدة، مغرفة صغيرة كركم، فلفل أكحل والملح. الطريقة: نغسلوا الفلفل والبصلة، نقشروا الثوم ونشويوهم الكل، نقشروه بعد ما نشويوه الفلفل، نقصوه دي غونديل صغار، والبصلة والثوم نقصوهم جيدين ولا تحبوا ترحيوهم زادا ميسالش. ناخذوا اللحم نجردوه من العظم نتاعو ونقصوا طروف صغار قد كعبة البوفريوة، نقليوه في الزيت، نفوحوه بالكركم والفلفل الأكحل والملح، نمرقوه بكاس ماء، خليوه يغلي مدة 20 دقيقة حتى يشيح من الماء ويقف على زيتو، نركزوا العظم، نخلطوها مع الخضرة هذيك اللي شويناها الكل واللحم وجبن غابي بريزيدون سبيسيال طاجين، وندهنوا الطبق بالزبدة، نصبوا فيه الخليط اللي حضرناه، نقصوا كعبات الطماطم هذوك ما يتحطوا في الاخر ما يتشويوش، نغرسوهم من فوق طريفات صغيرات، وندخلوا الطاجين للكوشه يطيب مده 20 دقيقه، نخرجوه ونقصوه ونقدموه سخون وتاكلوا بالشفاء والهناء. صفيا صلى الله رجعتهم راكي مدام، ما غزرنا نتوجوهم كيفاش.